وينضم إلي الآن من بيروت رامي كيوان، مستشار سابق لدى الجي 20. أهلا وسهلا فيك رامي. بداية خليني أسألك على موضوع الضرائب. يبدو بأن فعلا نتجه بشكل أكيد نحو ضريبة دولية أقرتها بداية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومن ثم مجموعة السبع، والآن مجموعة العشرين. كيف ممكن أن تتعامل مناطق العالم حيث تتراوح الضرائب من صفر إلى نسبة منخفضة مثل دول مجلس التعاون الخليجي مثلا مع هذا الموضوع؟ صباح الخير ست صبا. مثل ما تفضلت قلت، يعني الاتفاق هو اتفاق اطار اذا بدنا نسميه حاليا بعد ما انتهت تفاصيله كليا، ولكن الاتفاق هو ضمن منظمه التعاون الاقتصادي والتنميه، المنتدى الانكلوزيف فريم ورك، وافق تعليمي 132 دوله. بطبيعه الحال مجموعه السبع ومجموعه العشرين بيعطوا دعم معنوي ودعم سياسي للاتفاق، كونهم جميعهم اعضاء في هذا الاتفاق. لحتى نفهم الاثار اللي هي موجوده وحقيقيه على الجنات الضريبيه والدول ذات النظام الضريبي المنخفض او معدل الضرائب المنخفض، بس خليني بلمحه بسيطه ايش راح هو الاتفاق بطبيعته. الاتفاق هو عمليا عباره عن قسمين. اول قسم هو راح يؤدي الى اعاده توزيع 100 مليار دولار من الارباح سنويا الى الاسواق يلي جنيت فيها هذا الارباح. يعني اليوم الشركات فيها تعيد النظر، تعمل اعاده هيكله للمداخيل تبعولها بشكل انه قلل من الضرائب اللي عم تدفعها. هذا الاتفاق راح يسمع بالحد من هذا الموضوع. الشيء الثاني انه مثل ما تفضلت وقلت، الجزء الثاني اللي هو اكثر عم يتركز عليه بالاعلام هو الضريبه الدنيا على الشركات، واللي هي راح يكون معدل عالمي فعلي في 15%. هلا من حسنات الاتفاق انه اول شيء اضفى نوع من استقرار ضريبي، يعني وقفنا اللي بنسميه بالاقتصاد ريس تو ذا بوتم، السباق الى القاع، حدينا من المنافسه الضريبيه. الشغله الثانيه انه زدنا من اليقين الضريبي تاكس سيرتينتي عبر اعتماد معايير واضحه لاحتساب ارباح الشركات حول العالم. والشغله الثالثه اللي هي انها انه في اعاده توزيع للارباح، وشيء رح يامن مداخيل لدول هي كثير بحاجه لها. هلا الاثار على الجنات الضريبيه والدول ذات الضرائب المنخفضه رح يكون في اثار مباشره بكل بالتاكيد. يعني فرض معدل ضريبي 15% رح يقلل او يخفف من الحوافز للشركات العالميه لوضع ارباحها بهذه الجنات الضريبيه مثل ما كانت قبل. فاذا من المحتمل ان يتسبب هذا الاتفاق بخساره ممكن اموال لهذه الشركات او حتى ممكن نروح لمخرجات لهذه الشركات بهذه الدول، مع كل الانعكاسات اللي ممكن تصير على التوظيف وعلى او في اثر اخر. انه هو راح يتعلق بالسمعه الاقتصاديه للدوله يلي ما راح تفوت بهذا الاتفاق، اللي ممكن توصل لعدد الشفافيه ويصير عليها ضغوط للانضمام. يعني هو يمكن نوع من العدالة الضريبية هو ما يهدف إليه هذا الاتفاق، إن شاء الله تزبط معه. خليني أسألك على موضوع الوباء اللي أيضا كان موضوع مسيطر ورئيسي في هذه الاجتماعات. اتفقوا بأنه ما يقوموا بأي خطوات للحد من ما يؤثر على طبيعة حياة الناس أو لمزيد من الإغلاق، واتفقوا أيضا بأنه الوباء ما خلصنا منه بعد. فإذا شو ناويين يعملوا؟ هلا هو مضبوط، في اتفاق انه الوباء ما خلصنا منه، ولكن الوقت ذاته ما شفت انا اي تعاودات حسيه عن كيف بدنا نخلص من الوباء. واذا بتتذكري تصيبها معك بمقابله باول السنه، انا اشرت انه الوضع بالدول الناميه كثير صعب، حتى لو كان ما مبين هيك وقتها. جراء تفشي الوباء وضعف عمليه التلقيح، قلنا انه المخاطر على الاقتصاد العالمي وعلى النمو رح تضل موجوده طالما الاوضاع بالدول الناميه والفقيره على هذا الحال. واشرنا انه اهميه دعم الدول الغنيه والدول المتقدمه لهذا الاقتصاد. فاذا هلا اللي عم نشوفه مع المتحورات يلي عم تكثر حول العالم مثل الدلتا، قد تضطر بعض الاقتصادات الى فرض اغلاقات جديده، وهذا رح ياثر بشكل سلبي على النمو. في كمان موضوع تسارع التضخم بظروف موضوعيه وهيكليه، ممكن قد يضطر المصارف المركزيه حول العالم، مصارف مركزيه كبرى، لرفع اسعار الفائده، وهذا كمان راح ينعكس سلبا على الاقراض وعلى الشركات في الدول الناميه. هلا بموضوع التحديات الصحيه،
طبعا ناقشوا الوزراء هذا الموضوع، ولكن كمان ما في تعهدات حسيه. خليني هون اعطيكي مثل على انا برايي السياسات الخاطئه او القرارات الخاطئه اللي عم تاخذها المجموعه. في المنصه لانتاج وتطوير وتوزيع اللقاحات والادويه والعلاجات لمواجهه الكورونا يلي اسستها منظمه الصحه العالميه بالشراكه مع مجموعه العشرين وعدد من المنظمات الاخرى السنه الماضيه من ضمن الرئاسه السعوديه. هيدا البلاتفورم الاي سي تي اي لا زال بانتظار 18 مليار دولار من التعهدات للتمويل، بينما باعتراف مجموعه العشرين الكلفه المباشره للجائحه حول العالم حاليا لحد اليوم هي حوالي 10,000 مليار دولار. يعني عم نحكي بدنا بس هيدا المنصه تتمول ب 2% فقط من الكلفه المباشره على الحكومات الجائحه اليوم، وللاسف ما شفنا اي تعهدات بهذا. صار في تطور ايجابي وحيد انا بعتبره هو لكنه غير كافي، هو تقرير اللجنه رفيعه المستوى يلي تشكلت اول السنه للتحقيق بجاهزيه العالم لاي جائحه مستقبليه. اللجنه قدمت توصياتها، طبعا عملت اسسمنت كشفت على الثغرات اللي هي غياب شبكه عالميه للمراقبه والكشف المبكر، ضعف الانظمه الصحيه الوطنيه، بطء بتوزيع المواد والمعدات الطبيه للاستجابه مثل ما شفنا حاليا، وعدم وجود اليه دوليه للتنسيق وللمحاسبه ايضا. والتوصيه كانت زياده، اهم التوصيه طبعا زياده تمويل النظام الدولي الصحي ب 15 مليار سنويا، اللي هو كمان جزء بسيط جدا 1/5 من الالف عن كلفه الجائحه حاليا، وارساء اليه دوليه جديده للتنسيق بين عالمي الصحه والمال. نتأمل إن شاء الله من هون للاجتماعات المقبلة هذه التوصية تصير فيها أفعال أيضا. رامي كيوان، شكرا جزيلا لك.